أبو محمد يضم العيل بيده وأبو السجاد يضمون بلا زندل، يعني يضمون وهو على الرمضاء بأبي وأمي قتيلاً صريعا ميتا لا يضمهم إلى صدره. أبو محمد يضم العيل بيده وأبو السجاد يضمون بلا زندين، وأبو محمد يقبلون على الخدين، وأبو السجاد في نحره يقبلون وحسينا بعدها. وأبو محمد يودع اخت بقلب مرتاح، غلق بابه وتالي ويضع راح، وأبو السجاد يودع اخته يا بأبي وأمي ويضربوها ويوكزوها بالرماح، ويضربوها ويشتموها ويسببوها. بعدها المعصومة بأبي وأمي صعدت على ذلك البيت، نظرت إلى ركب الرضا، نادت فداعت الله يا خليصي الله وياك، ما اقدر اشوف البيت خالي من محيا، ها وبنت الحسين اخذوني وياكم اسرج الخيل واحط فراشكم لو هود الليل. لذلك ها اوجه الشبه مختلفة، ولذا الامام الرضا بابي وامي في بلاد الغربة يلتفت إلى من؟ يلتفت إلى صاحب أبو الصل، يقول يا أبا الصل يدعوني هذا، فإذا دخلت عليه وخرجت مغطى الرأس فلا تكلمني. جاء الإمام الرضا دخل على ذلك اللعين، جلس الإمام بأبي وأمي، قدم له الفاكهة، أكل الإمام، وفي يد المأمون عنقود من العنب، فرغ الإمام، قال خذ يا ابن العم فإنه عنب جيد، قال لقد اكتفيت مما أكلت، قال أتتهمنا يا ابن العم؟ قال لا ولكن اكتفيت، قال لا بد لك أن تأكل شيئا من العنب، عظم الله أجوركم. أكل الإمام من ذلك العنب عنبات معدودات، ما إن أكلها أحس وكأن المواسي والسكاكين تقطعه من فيه إلى سرته. أين المنادي وإماما؟ أين المنادي والسيدة؟ خرج الإمام وهو بأبي وأمي مغطى الرأس، يقول أبو الصل فما كلمت الإمام، وصلت عند الدار أردت أن أعالج فتح الباب، يعني فتح الباب كم يستغرق يا مؤمن؟ دقائق معدودة أقل من دقيقة، لكن الإمام لم يقوى على القيام، جلس بأبي وأمي، دخل الدار فألقى بنفسه على الفراش يرفع رجلا ويضع أخرى من شدة حرارة السمعين المنادي وإماما. يقول أبو الصل تحيرت، يموت الإمام في بلاد غربة، ما عند ولده، ما عند أعمامه. يقول خرجت إلى الدهليز وإذا أرى غلاما، تأملت فيه وجدت شبها عظيما بينه وبين الإمام الرضا، قلت يا هذا من الذي أدخلك الدار وهي موصودة؟ قال يا أبا الصمت الذي أدخلني هو الذي جاء بي من المدينة، أنا سيدك الجواد. دخل الإمام الجواد على أبيه
ما إن رآه أبا حتى فتح باعه إلي إلي يا ولدي يا حبيبي، ضمه إلى صدره، أعطاه بأبي وأمي مواريث النبوة والإمامة، عظم الله أجوركم، أحسن الله عزاءكم، إلى أن قربت وفاة إمامكم مد يديه ورجليه، قرأ شيئا من القرآن حتى ختمه، أطبق فاه وغمض عينيه، وفاضت روحه الطاهرة. أين المنادي وإمامه؟ أين المنادي وسيده؟ أصبح الطوس بزلازل والخلق كلها بعوي، لجل أبو محمد تزلزل يا خلق عرش الجلي، الأعلام السود منشورة ومدامعهم تسيل، واهتزت السبع العلية وبالأرض صار انقلاب. عظم الله أجوركم. وين المصيبة؟ لما عاد الإمام الجواد إلى المدينة التفت إليه أعمام وإذا مدامعه على خده، ما عندك؟ قال أوليس قد مات أبي. ضجوا بالبكاء وإمامه وعليا، وكأن الضج ارتفعت من ناحية قبر الزهرة وهي تنادي وولده وعليا. تجددت المصيبة على الزهرة، ولكن أي المصائب على قلبك أعظام، وكأنها تنادي حسين وحسينا، هالناح يا زهراء على منه تنوحين، ناحج على المسموم لا ناحج على صدت نادت والدمع بالخد بادي، انت سألوني يا خلق كلهم أولادي، لكن صواب حسين ساطي في فادي، وعظم علي لين عن ناعي على حسين، وحسين أبكي على أولادي قضاو بالسيف والسام، وأبكي على أبوهم ذبيح الابن ملجام، وإن كان بالله تسألوني ياه أعظم، أعظم علي لو ذكرت مصيبة حسين، وحسينا أبكي على ولادي ذباه يحيى معاشور، وأنا نصبت لهم عزايا في وسط القبو، ونسيت ضلع الليب صير الباب مكسور، وعظم علي لين عين ناعي على أنا، لا تحسبوني للرضا في طوس ما جيت، ولا إلى بغداد ما رحت تعني، أنا كلهم نوحيت والجيب شقيت، وعظم علي لو ذكرت مصيبة حسين، دع
الدهر رماني بالرزا يبكي اللي غالي شتت أولادي عن يميني وعن شمالي وما شوف ساعة من الحزن مرتاح بالي وكل العزا والناح والصيحة على حسين وين اللي يساعدني